تحيه لكم المشاهدين الاعزاء من الطراز الجيولوجي ضواحي المعشوقيه، وهي تظهر هنا في الامام وتلاحظون الزوار كثر، بحيث نقف فوق الزجاج على قمه جبل ونصور هذه المشاهد الرائعه في المعشوقية سافانجا. سننتقل تدريجيا لنصور مشاهد أخرى في الأسفل رائعة. هذه المنطقة معلمة سياحية كبيرة في تركيا، وهنا تقام أنشطة أخرى في قمة الجبل. لاحظوا المتعة هنا، يا سلام، مكان رائع ممتع والزوار كثر في هذا المكان. عقيدة نصور غير شي حاجة أمام. إذن أتكلم مع المرشدة السياحية، هنا مشهد رائع والتصوير قد يتم فوق الزجاج أو من مشاهد أخرى. مكان روعة فعلا، طبيعة عذراء والغابة تكسو الجبل. سنحاول الانتقال في هذا المكان الرائع، جميل جدا ممتع، بحيث المشاهد فيه رائعة، وبعض المتاجر تقام هنا وهنا، وأكلات خاصة في هذا البلد الرائع تركيا. شكرا، ويرحب بك هنا أصحاب المتاجر لتناول وجبة أو غذاء معين. هذه يعني هذا كرسي لأخذ صور من طبيعة الحال من هذه المنطقة الرائعة، أحد منطقة الزجاج الطراسي، يعني الزجاج الطراسي، يعني منطقة رائعة جدا ممتعة وطبيعة خلابة والهواء نقي جدا. يا سلام، هنا الحركة السياحية متميزة جدا في المنطقة. انتقلت أنا بعيدا عن المجموعة لأصور هذه المشاهد الرائعة من منطقة الطراس الزجاجي، والذي أقيم أخيرا لأخذ صور وفيديوهات بانورامية على المنطقة فوق الزجاج في قمة الجبل. لاحظوا هذه الخضرة وهذه المتعة، غابة هنا والهواء نقي صافي ممتع. يا سلام، ولاحظوا هناك مكان توافد الزوار في الأعلى. نحن بالقرب من المعشوقية وسافانجا، وقمنا بالصعود نحو قمة الجبل في مشاهد رائعة لتصوير طبيعة الحال للتصوير فوق الطراس الزجاجي. يا سلام، لاحظوا الخضرة هنا كأننا في فصل الربيع. يا سلام، روعة المكان. تحية لكم.